هو قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. يا رسول الله أنت محتاج حب؟ عندك نقص في الحب؟ ما حد حبك تحتاج الأمة؟ رب العالمين أحبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحب أحدا من الخلق كما أحبه، فلماذا يحثنا أن نحبه؟ الله أغناه بحبه له، أحبه الصحابة حبا لا يخطر لنا ولا لكم على بال. زيد بن الدثنة كان مصلوبا في خارج حدود الحرم، وقد قطع كفار قريش جسمه قطعة، قطعوا أصابعه قطعة، فقعوا عينيه، جدعوا أنفه، صلخوا جلده. اقترب منه أبو سفيان لم يكن قد أسلم، قال يا زيد أناشدك الله تعالى، أتحب أن محمدا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك آمن في أهلك؟ لو سلمت يقع بدالك؟ فغضب، فتح عينيه اللتان فوبئتاه وفي غاية الألم، استعاد قوته وقال إليك عني يا أبا سفيان، فوالله ما أحب أن محمدا الآن تصيبه شوكه أنني آمن في أهلي على الحياة، اسلبوني، قطعوني، افقعوا عيني، اسلخوا جلدي، عذبوا بما شئتم، لكن لا تصيبه شوكة، تقتلونه شوكة لا تصيبه. قال ما رأيت أحدا أحب يحب أحدا كحب أصحابي محمد. محمد هزت قلبه في سفيان، هو غير محتاج إلى أن نحبه نحن، لكن لماذا قال حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ من أجلنا نحن، لأنه إذا وصل حب رسول الله إلى قلوبنا درجة صار فيها أحب إلينا من أنفسنا، لن يكون لهوى أنفسنا غلبة علينا فنعصي رسول الله. الإنسان بسبب هوى النفس منه الغضب، يسب يشتم، وين ذكر يا الله أنا خرجت عن طوري، كيف خالفت هدي رسول الله بالسب والشتم واللعن؟ لماذا غلبت عليك نفسك في وقت الغضب؟ الهوى غلب عليك. لماذا؟ لو كان حب الرسول أقوى من حبك لنفسك ما غلبت عليك نفسك. لهذا نحن بحاجة أن نحبه أكثر من أنفسنا. اللهم صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، اللهم صلي على محمد، يا ربي صلي عليه.